ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت مصادر مقربة من طاقم إعداد برنامج لالا العروسة في دورته 13 أن الكوب للفائز بلقب سنة 2019 هو كوب المدينة مراكش، وتأهل إلى مرحلة نصف النهائي من البرنامج الذي سيبت ليلة السبت ممثلو أكادير وإيطاليا ومراكش بعد إقصاء العريسان الممثلين لكل من طنجة وتازة والدار البيضاء والديار الكندية في المراحل السابقة. ومن المنتظر أن يحيي حفل زفاف الكوب للفائز عدد من الفنانين المغاربة بمدينة مراكش. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.